السلام عليكم. اليوم واحد الطويجين ان شاء الله. هو الدجاج بالدجاج. بعد ما شرب الدجاج ما دوها تقولوا الغربه ما كتعلموش فيها. جينا ما كنعرفوش نطيبوا حتى البيضه. 3 سنين ديال التزوفري تعلمتنا نطيبوا. المهم هذا الطاجين مغربي هو ترى كيوجد ان شاء الله. المهم انا وجدت الخضره، ها هي. دابا من بعد ما درت الدجاج، درت الدجاج فوق العافيه مع البصيله، وجدت شويه ديال الخضره. هما وجدت الخضره، قطعت شويه ديال خيزو. المهم طاجين زفري ها هو. من بعد ما وجدت كلشي، كيفاش كندير لهم؟ كنجيب القرخوم ولا اش كتقولوا، كركمه، ها هي، كندير لها بحال هكا. نوريكم واحد الطاجين زفري يطلع اكسترا اوردينير. شويه ديال البزار، دي بواف، لو بواف، ها البواف مزيان، البواف الصحة ديالك اسيدي. جونجومبر، سكنجبير، سكنجبير، دير عاوتاني سكنجبير بحال هكاك. المهم انا ما عنديش المقادير. خوي حتى كتخوي حتى كت ابخي لوسي. الملحة، ها هي الملحة، الملحة انا كنعطي لها حكة هي بسبب باش تبدا زيت. اللي بغا يتباز ياكل الملحة. ها هي. المهم كنور، راه عندنا كنور ديال المغرب. ها كنور كيجينا حتى لهنا. هذا ديال الغنمي، ما يصلحليش هنا مع الدجاج. المهم خذوا نصائح من برقاش الله يرحمه. هذا ديال الخروف، الموطو ما يصلحش لانيو، نعوضوه بالزيت البلديه. ها هي الزيت البلديه، الزيت البلديه كدير هذه، هذه كدير 4 اورو هنايا في فرنسا. ها هي خلط هادشي كامل. المهم ما تخلطوش بالمعلقه، خصكم تخلطوا باليد باش تكون البركه. خصكم تغسلوا يديكم الاول، لحقاش الى ميلونجيتي بالمعلقه داكشي ما كيتخلطش مزيان. مسح اليدين، كتدير لها بحال هكا بسم الله، كتخلط داكشي القوام، القوام اللي درتي كتخلطوه مزيان بحال هكا. هذا طاجين في الغربه، طاجين في الغربه، حتى هو داخل في الغربه. هو شوف كيفاش كيدير داك الشيء. دابا نجيب شويه ديال القزبور، شوفوا كي عندي لكم هنا. نجيب شويه ديال القزبور، ها هو عندي القزبور انا. المراه كتجيبو لها كتقطعو، ها هي كنجيبو لها تتقطعو، هكا وكنديروه في الكونجيلاتور باش يبقى اصبار. تتهزو شويه القزبور، ها هو كديرو له هكا، مرمد 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 مزيان هكا مزيان. دابا سد هادي، نغسلو عاوتاني يدينا. نردو هذا دابا للكونجيلاتور. ها عاوتاني نخلطو مزيان القزبور، نخلطو مزيان القزبور. اشنو درت؟ درت بطاطا، درت خيزو، درت الجنبالة، ودرت القرعة. ومازال لي مطيشة، كنخليها هي التالية. مزيان نخلط هادشي هكا. دابا غادي ندير شويه ديال الثومه، نجيب واحد جوج صوصه ديال الثومه، الثومه كنشريوها هكا، فيها 4 ديال الريوس هكا، كيكون بحال هكا 4 ديال الريوس ها هما. كتشري هادي، كنشريوها بجوج اورو، فيها 4 الحبات. المهم راه كضرب، ها هي. نحيد واحد جوج ريوصه ديال الثومه، دوك دوكوس ديال الدولاي ها هما. المهم داكشي راكم عارفين، شويه ديال المهم عندي الموس صغير، ها كندير له بحال هكا. داكشي فهمتي، تازوفريت هنايا تعلمنا الطياب، ما بقيناش ناخذ بنادم ولا يعتمد على راسو في كلشي.
المرأة عندها واحد الرونديفو. ايوا انا جيت من القرايه، جيت من واحد الفورماسيون. ايوا قلت لها ندير شي طاجين على الطريقه المغربيه، ماشي 100% مغربيه ولكن درت زفريت. ها هما دابا عندي هادي، ها هي نحكها هكا، غادي نغطي هادي نتوما، ها هي. المهم هادي حدو مع راسكم، هاد الشبكة هادي راه كتجر ليد، كتجرح كن ولفتها صاي شبعت العطوبات. المهم انا ماشي لالا شوميشة، ماشي لمسيو بركاش، هذا مسيو عبد العالي، هذا الطبخ ديال الزفرية. يعني الا جيتي للغربة، الا ما جيتي للغربة وما كنتيش كتعرف طيب، وليدي غادي تشبع. بغي راه عطينا البوقا ديال شحال، خصك كاسكروت، خصك 7 أورو 8 أورو. ايوا انا شنو كنت كندير، 8 أورو كدا كنت كنجمع، 25 أورو 30 أورو كنمشي عند الجزار كنشري شويه الصوصات، شويه اللحم، شويه ديال الدجاج. ايوا كنمشي ندوز للمخبزه نشري الخبز ونشري المولاده. ايوا كنشري داك المولاده ونشري كدا، كتقام عليا القضيه ب 30 أورو، كتضرب ليا سيمانه. ايوا باش تمشي تاكل كباب ولا طاكوس ب 7 أورو ولا كتدير. انا درت الثومه، غنخلط عاوتاني داك الشيء. اسمحوا لنا الشراء، قال لك العفن وبنين هو هذا. المهم الطاجين ديال اليوم راه شويه مبوهالي، علي اجيو معايا دابا نوريكم كيفاش كان. المهم راه كندير الخبز في الدار، عندي هذه جبتها معايا ديال المغرب، كندير بها الخبز. المرأة ديالي كتعجن كدير الخبز ديالها. المهم راه ما بقيتش كنشري لا خبز لا والو. غنوريكم اليوم الطاجين معتبر، داكشي ديال الله، داكشي ديال واحد على الله جاي من فورماسيون بغا يدير ما ياكل. المهم كندير له بحال هكا بحال هكا. المهم داكشي ديال ديباناج، مي طاجين كيطلع واعر. داكشي ديال هانتوما تشوفو معايا، خليكم معايا، راه داكشي بدا كيتقاد. هاد الفيديو هذا غادي ننشرو، غادي نصيفطو حتى للأستاذ، ندير له شويه ديال سسبنس. إيريك إيريك جلون با إيريك دي ميم ميم دي وات شو غا من الطاجين اللي دينا مسترا من هي نجلي في ان بو دو كومون سابي تو لو في غالي تو لو في غالي اي اي با غالي لو بو سي سي مي با لي غالي با مي با دورمير لا نوي il va dire à sa femme pourquoi tu ne sais pas faire le tagine. من بعد ما كنديروا بطاطا كندير خيزو بحال هكا، داكشي ديال شوميشه، غير شوميشه مجهده شويه عليا، قاريه الطبخ. ولا حتى شوميشه ما قاريهش الطبخ، هذيك النهار انا حسبني شوميشه راه قاريه الطبخ. الساعه هي راه عندها اجازه في القانون، شفتها ما مسلكاش هي دير هي تقلبها الطبخ، ماشي مشكل. المهم اللي تا كلشي كيقلب المهنه، اللي شاف شي مهنه مسلكه راهي كيديرها. المهم انا كنشارك معكم الغربه كيفاش دايره، يعني بنادم الا عرف يعيش في الغربه ما كيحسش بالقنط. انا دابا واخا ما نجيش المغرب 10 سنين ما عنديش مشكل، ولفت فهمتي، ولفت كيفاش تبروغراميت مع الغربه. ها
امراه حتى هي كتعرف دير الطاجين، تعلمات دير الطاجين، كانت تقلب في الانترنت كذا كتعرف، تعلمات كلشي كاين دابا في الانترنت، اللي غير اللي ما بغاش يتعلم. دابا من بعد ما درنا الخضره نديرو شنو كنقولوا لها حنا بالعربيه هذه، لي بيتي بوا، الجنباله. المهم الا ما تلقاتنيش المره راه مزيان. الطاجين هذا راه بيل ها صافي صافي بيتي فوا الديكور. هذا طاجين من عند خوكم عبد العالي، مرحبا بكم، اللي جا اللي جا لهاد الجي مرحبا بيه عندي. هكا كندير الطاجين، يوم انا عرفت قبلوا عليا، قبلوا على اخوكم المغربي في كركا. وشكرا، اشتركوا في القناة، اشتركوا في القناة، ابوني، ديروا ابوني، ديروا لايك باش توصلوا بالحماق ديالي. ومن بعد هاد اللي كيبقى كيدير له الطاجين. ايوا عرفتي التومات سيدي والقزبور والمعدنوس داكشي متقتق. قولوا لي كيفاش هيجي، واش غادي يجي زوين ولا لا. الطماطم كنديرها هي الفوق، علاش باش ما تكرزاش. ريكول ان بو، ريكول ريكول ريكول، اي مونت مونت ان بو. هو الطاجين، يلا يلا، يا سلام يا سلام على الطاجين، يا سلام على الطاجين، يا سلام يا سلام على الطاجين. هو الطاجين، ناس ديناه. كنشكر خويا عزيز على الطاجين الكادو ديالو، الى شاف هذا الفيديو هذا ان شاء الله. جابوا لي من الجزائر، هذا راه طاجين جزائري ماشي مغربي، يعني راه ماشي من المغرب. المغاربه مازال ما شفنا منهم والو، ما كيجيبوا لنا والو، كيجيو من البلاد قبل كيجيبوا لنا حتى كاس داتي. المهم هذا هو، هذا هو الطاجين، ها هو. يا الله، تحياتي لكم ومع السلامه.